إن تبليغ الشعائر الحسينية المقدسة وتبليغ واقعة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام للعالمين أجمع، أي للمؤمن والكافر والفاسد والصالح وللرجال والنساء عبر طول التاريخ، له أثر بالغ ومهم جدا. فكم من الكفار ومن علماء الكفار وكتابهم وشعرائهم تشيعوا ببركة الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهم بالمئات والمئات. وإقامة الشعائر الحسينية والحسينيات والهيئات والتكايا وما شابه ذلك في كل نقطة من نقاط العالم اليوم هو تبليغ لعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. ويا حبذا لو تجري إحصائية في هذا المجال، وبالأخص من قبل الشباب، حيث أوصيهم بالقيام بهذا العمل نظرا إلى توفر إمكانية القيام بهذه الإحصائية وما يساعد عليها كالإنترنت وغيرها. وأشكر أيضا كل من أقاموا هذا التبليغ الحسيني.